ارحب بكم اعزائنا المشاهدين والمشاهدات في حلقه جديده من حلقات الشفاء الالهي اشكركم على كل التعليقات والايميلز وعلى التليفونات والاختبارات والاستجابه الصلاه من فضلك لو عندك استجابه صلاه او سؤال او اي تعليق ارحب بها من خلال الايميل او تكست ماسج على التليفون ارحب بكل تعليقاتكم موضوع هذه الحلقه هو الفرق ما بين كلام الملوك وكلام الرب. اقرا قصه معكم من ملوك الاول اصحاح 22 أه بيتكلم بيقول واقاموا ثلاث سنين بدون حرب بين ارام واسرائيل، الرب اعطى راحه لشعبه من الحروب أه لمده ثلاث سنين، وفي السنه الثالثه نزل يهوشافاط ملك يهوذا الى ملك اسرائيل. أه يهوشافاط كان الملك المؤمن ملك اسرائيل كان ملك ارتكب خطايا كثيره وفضائح كثيره، صحيح انه اراد ان يتوب للرب والرب قال له انا مش هنزل الشر في ايامك، لكن كان من الملوك الاشرار. فقال ملك اسرائيل لعبيده: اتعلمون ان رمود جلعاد لنا ونحن ساكتون عن اخذها من يد ملك ارام؟ وقال يا الملك المؤمن: اتذهب معي للحرب الى رمود جلعاد؟ فقال يا شفاط لملك إسرائيل مثلي مثلك، شعبي كشعبك، وخيلي كخيلك، ثم قال يا لملك إسرائيل اسأل اليوم عن كلام يا كان ملك المؤمن ملك إسرائيل الملك أخاب الملك الشرير، فيا شفاط لأنه مؤمن بيقول عاوزين نسأل رأي ربنا في الموضوع ده إيه؟ فجمع ملك إسرائيل أنبياء، يعني جاب 400 راجل وقال لهم نروح للحرب لرموت جلعاد ام امتنع ده زي مثلا ما امريكا بتروح تسال الامم المتحده ويسالوا الكونجرس ويبقوا عاوزين تزكيه ويقول لك نروح نحارب سوريا نروح نحارب مصر نروح نحارب في العراق احنا عاوزين ايه؟ اصوات فيروحوا كل الجهات الرسميه يحاولوا يجمعوا اصوات من الكونجرس ومجلس الامن والامم المتحده فكان نفس النظام فكان في الوقت دون مجلس الامن في اسرائيل وفي يهوذا الانبياء انا عاوز اسمع صوت الرب بس عاوز اسمع صوت الرب في الاتجاه اللي يخدمني ويخدم المصلحه بتاعتي الاربعه ال 400 قالوا اه نسعد لكن بعد كده يهو كان ملك مش مطمن لملك يهوذا ما كانش مطمن للكلام ده فقال ايوجد بعد رجل واحد لسؤال الرب ولكني ابغضه كان فاضل واحد بس اسمه ميخا بن يملة لكن كان يبغضه ملك إسرائيل وقال لا يقول ملك هكذا وبعدين راحوا جابوا هذا النبي الباقي والحكاية تقول أو القصة إنهم الأنبياء الكذبة أو الأنبياء الغير حقيقيين كل واحد فيهم أو رئيسهم اسمه صدقية ابن كنعنة عمل قرنين حديد وقال للرب للملوك بكده القرن اليمين هتنطح الاراميين حتى يفنوا او بهذه القرون يعني هتقدر تفني الاراميين وتفني الاعداء وكل وت الانبياء تبع القائد بتاعهم احتراما لي اللي هو صدقيه ابن كنعنة و400 نبي قالوا له نعم تصعد وهتفلح اما الرسول الذي ذهب ليدعو ميخا فكلمه قائلا أه خلاص هو سمع صوت 400 واحد بخير خليه يروح لكن نجد انه قال رايت كل اسرائيل مشتتين على الجبل كخراف لا راعي لها فقال الرب ليس لهؤلاء اصحاب فليرجع كل واحد الى بيته بسلام ميخا قال لهم ارجعوا كل واحد يرجع لبيته بسلام لان اللي بيطلب الحرب ما كانش الرب واللي بيطلب الحرب كانوا الأنبياء الكذبة اللي ضللوا الشعب. فقال ملك إسرائيل يا شفاط أما قلت لك إنه لا يتنبأ علي خير، وفي الأخر قال: اسمع إذا كلام الرب، رأيت الرب جالسا على كرسيه وعلى كل جند السماء وقوف لديه، وقال الرب من يغوي أخاب، أخاب اللي هو ملك إسرائيل الشرير كان في في حالة إغواء فيصعد ويسقط في رمود جلعاد. يعني الحرب دي هتكون نهايته وهكذا قال وبعد كده ضربوه ثم خرج قال هكذا وهكذا الداب الثاني صدقية ابن كنعان قال له ازاي يخرج روح الرب ويجي فيك فقال فقال اخرج واكون روح كذب شاف ميخا بن يملة ان الروح اللي اتكلم بيه الربعمائة نبي كان روح كذب افواه جميع الانبياء وقال له تغوي وتقتدر واخرج وافعل هذا ده روح الكذب اللي أغوى الملك أخاب وأيضا أثر على الملك صدقية فتقدم صدقية النبي الكذاب وضرب ميخا على الفم وبعد كده حبسوه في السجن و... وضعوه وأطعموه خبز الضيق وماء الضيق المهم إيه اللي نقدر نستنتجه من القصة دي نجد إنه كلام الملوك ملك يهوذا وملك إسرائيل كان يهوشفاط ملك مؤمن لكن الواحد اول ما يحط ايده في ايد واحد شرير بيفقد كل شيء في ناس كتير يقول لك يعني احنا وثقنا في الرب بس فقدنا كل شيء ده يتوقف على انك انت داخل في شركة حقيقية مع الرب ولا في شركة حقيقية مع الاشرار انا عاوز اقول ان اتفاق الملوك او كلام الملوك باطل اتفق الملك اخام مع الملك اسرائيل آه يهوشافاط بعد ثلاث سنين يبقى ربنا مديله سلام ومديله نعمه لكن بيدور على حاجة مش بتاعته، وبيدور على مكان مش بتاعه، وناس كتير بتحاول إنها تاخد حاجات مش من حقها. آه واحد بيستولي على أرض قريبه، آه واحد آه طمعان في مراد أخوه، واحد بيبقى عنده طمع في الميراث، الطمع ومحبة العالم أصل لكل الشرور، أو محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كتيرة، ربنا مدي سلام في بيتك بس في ناس ما تقدرش تعيش من غير خصام وفي ناس ما تقدرش تعيش من غير ما تحارب وده اللي حصل ما بين ملك إسرائيل وملك يهوذا أنهم دخلوا يدوروا على حرب مع بعض. كمان كلام الملوك أو اتفاق الملوك فاشل فقال يوشافاط رجل الله للملك الشرير مثلي مثلك وشعبي كشعبك وخيلي كخيلك تخيل دلوقتي زي ما امريكا بتحاول تصنع معاهدة مع فرنسا مع المانيا مع بريطانيا بقولك احنا معانا عشر دول ممكن تخش الحرب معانا ضد سوريا طب وفي كم دولة تانية مستعدة تدخل ما انت لما هتجيب اساطيلك في البحر الابيض روسيا برضو عندها اساطيل نووية وايران عندها اسلحة نووية والبلاد اللي محيطة بإسرائيل برضو عندها أسلحة يعني ما تفتكرش إنك هتقدر تكسب حرب لوحدك وتفتكر إنك لما تجمع معاك ناس وتجمع معاك ممالك وشعوب إنك أنت الوحيد اللي في الميدان لا اللي بيزرعه الإنسان إياه يحصد لو هتزرع للجسد هتحصد فساد والكتاب بيقول من أين الحروب من أين المخاصمات هي من لذاتكم واحد عنده لذة الامتلاك للأسف يعني كانت أمريكا بتقود العالم كله في السلام وفي معرفة الله وبتبعت مرسلين وبتبعت أناجيل دلوقتي عاوزة تبعت أسلحة نووية وعاوزة تبعت طيارات وعاوزة تبعت محاربين وانحرفت عن الرسالة الأساسية البلد اللي اتبنى على أساس مسيحي وعلى أساس كلمة الله بيقول الكتاب ملعون من يتكل على زراع بشر لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود يا اللي معتمد على قوتك يا اللي معتمد على جبروتك لما كنت كده مرة في المطار في دالاس ففقدت المفاتيح بتاعتي فقالوا لي انت تروح على اكزيت اه اسمه 15 سي او 15 سي في حاجة اسمها لوست اند فاوند اللي هو الحاجات الضيعة اه تروح تدور عليها في 15 سي فرحت فلقيت قدام اللوست اند فاوند ده بعد كده اشكر ربنا يعني لقيت المفاتيح بس مش عندهم في مكان تاني بس في المكان ده قعدت لقيت صور لالوف الشباب والشباب شباب زي الفل في مقتبل الحياه اللي دراعه مقطوع واللي رجله مقطوعه واللي ودنه مقطوعه واللي عينيه متخزقه واللي لا مؤاخذه يعني ميت بانابل وطعنات في ظهره واللي ميت في راسه وشباب زي الفل ما درتش اعد من الكسره فببص يعني ايه قصه الشباب ده كله المئات والالوف اللي ماتت ديا وقصتهم تحتيها والاب بيكتب عبارات بالدموع والام بتكتب توديع لابنها وتوديع في بنتها قال لك دول اصلهم كلهم قصه كل واحد يا مات في العراق يا مات في افغانستان طيب وعلى ايه مال يعني الحرب خاسرة أيها الأحباء الخطية خاطئة جدا طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء تفقدك شبابك وتفقدك ولادك وتفقدك كل اللي عندك يا اللي مخاصر واللي بتدور على حرب ما تحاربش الحرب ممكن تدمر بيتك وتدمر شبابك وتدمر شباتك كمان كلام الملوك مماطل ومخادع فجمع جمع الملوك 400 او ملك اسرائيل ملك اخاب 400 نبي علشان انا عاوز ابقى انا اللي صح واظهر حقي انا انا هوريك ان انا بتاع ربنا طب ايه اللي جاب ربنا في الحرب ربنا مدي سلام لكن الناس بقت تدخل الحرب باسم ربنا والحرب والجهاد باسم الله وبقى اسم الله هو الاسم يقول لك الحرب دي هي تصبرت الناس اللي هم بيحاربوا باسم ربنا وبقت القنابل والسيارات المفخخه كله باسم ربنا وكله بيحاول يرضي ربنا يرضو بالانابل ويرضوا بالانفجارات وحتى احنا هنا في البلد اللي فيها حريه وديمقراطيه عاوزين نعمل انفجارات زي العالم لكن ايها الاحباء انا عاوز اقول لك هم جابوا 400 صوت عشان يقول لهم بص احنا بالقرون الحديد هنحارب وهنكسب وهو كان في موت هيموت الملك وهيموت الملك هيقول له ملك في الحرب لكن الناس بتدخل ربنا ويقولك لك انا الرب قال لي وانا الرب سمعت صوت من الرب اني احارب في الاتجاه ده واكمل في الاتجاه ده كمان الملوك لما بيلجأوا للخدعة فقال ملك اسرائيل اتنكر وادخل الحرب اللي عاوز تلبس توب غير توبك ويا اللي فاكر انك بتمثل وهتنجح في التمثيلية وفاكر انك انت لما هتلبس توب فلان وتقلد علان هتنجح انا عاوز اقول لك النهاية موت آه عشان كده لا لا اسقط احد ان لم ينجذب وينخدع من شهوته ارجو احبائي انكم تبقوا معانا في باقي الموضوع الفرق ما بين كلام الملوك العظماء القاتل المخادع المماطل الباطل وكلمة لما تاخد كلمة حقيقية من الرب، والفرق ما بين الأنبياء الكذبة وأنبياء الرب الحقيقيين. أشكركم وابقوا معنا علشان استكمال باقي الموضوع. شكرا. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج، إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714. 0707094300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على P.O. Box 36100 Sail Beach, California 90740 أحبكم بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى في اكتمال موضوعنا عن الفرق ما بين كلام الملوك وكلام الرب. وباقي القصة بتاعت ملك إسرائيل وملك يهوذا بتقول أمر ملك تنكر ملك إسرائيل ودخل الحرب وأمر ملك أرام رؤساء المركبات التي له الـ32 قال لا تحاربوا صغيرًا ولا كبيرًا إلا ملك إسرائيل وحده بنشوف هنا القصة كيف أن التنكر لا يحمي فاستطاع هذا الملك أن يتنكر ولكن رغم أنه تنكر ورغم أنه العدو تركه لكن مات بسيفه في غمده وجرح وسال دمه لذلك أيها الأحباء بيقول كذا الكتاب يعني اللي بيحفر حفرة أو مش الكتاب مثل شعبي بنعرفه من حفر حفره لاخيه وقع فيها، حفر حفره الحرب ووقع فيها الملك اراد ان يقاتل ولكن كان اول المقتولين، اراد ان يحارب وكان اول الخاسرين، اراد ان يدخل في حرب جديده ويتنكر في ثياب لكن لم يلحق شيء. ايها الشخص المتنكر، ايها الشخص المخادع، لا يخدعن قلبك. لكن ارجع الى الرب بالصوم والبكاء والنوم. تعال نشوف بقى كلام الله قلنا كلام الملوك باطل، كلام الملوك فاشل، كلام الملوك مماطل، كلام الملوك في تمثيليه ممثل مبدل حينما اراد اخاب الملك يهوشافاط ان يلبس ثياب اخرى وايضا قاتل امر ملك ارام رؤساء المركبات ان لا يحاربوا صغير ولا كبير إلا ملك إسرائيل فلما خدع أخاب وشفات بأن يلبس ثيابه واجه الموت وصرخ ملك إسرائيل ومات بقوس غير متعمد بطريقة غير متعمد تعالوا نشوف بقى كلام الرب وامتيازات كلام الرب يقي يعني ربنا كان عاوز يحفظ الملوك من الخسائر في الحرب وقال لهم لا تصعدوا أنا شايف غرام خراف إسرائيل غنم مشتتة ولا راعي لها لذلك أيها الأحباء حينما تقصد الحرب وحينما تدخل في حرب أنت تكون في مرحلة في تشتيت ذهني وفي تشتيت فكري وبلا راعي لأن صفة راعي الخراف العظيم وأسقفها أنه هو الذي يدافع عن الخراف هو الذي يقودها هو الذي يربضها هو الذي يأتي بها إلى مراعي خضر يربضني إلى مياه الراحة يوردني إذن في يسوع توجد الراحة في يسوع يوجد الاطمئنان لان فيه النعم وفيه الامين لمجد الله بواسطتنا. ايضا كلام الله يحيي نصح ميخا نبي الرب ان كل واحد يرجع الى بيته بسلام لكن الناس مش عاوزة السلام احنا بنعيش في عالم كله عاوز الحرب والغرض من التحالف الاوروبي مع تحالف امريكا مع تحالف الدول وحتى تحالف الدول العربيه الناس بتدور على حرب جديده والدول بتدور على مكان تجرب فيه الاسلحه بتاعتها والعالم كله مشغول بالحرب فكره عن طريق الحرب انه هيكسب لكن كم من بيوت تشردت والاقتصاد في امريكا في اوروبا وفي دول عظمى فلس بسبب ان الحرب ليست لنا هي للرب وما فيش حرب جت بطريقه ناجحه فكل الحروب كانت نتيجتها خسائر ودمار، لا تدمر نفسك، لا تحارب في ذاتك ولا تحارب مع الاخرين. ايضا كلام الله يحيي، فصدقية ابن كنعنة مسك النبي الكذاب القرنين الحديد وقعد ينطح، انا عاوز اقول لك أنه طريقة العدو يقول لك فلان ده لما يتكلم بينطح. عارف ينطح يعني بطريقة فظيعة او قال من أين عبر روح الرب يعني الأنبياء الكذبة متكبرين تروح للشخص يقول لك أنا هدي لك كلمة أنا كلامي ما يقعش الأرض أنا بدي لك الكلمة اللي عمرها ما تخيب وتلاقي تاني أسبوع نفسك لمؤاخذة بتنزل إلى الحضيض علشان كده عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم من يومين كده كانت عيلة بتكلمني والأم بتبكي على الأبناء وبتقول لي أنا مربياهم في الإيمان لكن الابن الأول طلع ملحد والابن الثاني اتجوز بشخصية غير مسيحية والتالت مش عاوز يسمع أحط له الكتاب المقدس على على مكتبه علشان يقرا وكلمه الله وكتب يجرميها يبعدها لكن عاوز اقول لك حتى الدول الملحده زي روسيا والدول الشيوعية بعد سبعين سنة في الشيوعية وبعد سبعين سنة من إنكار وجود الله رجعوا لربنا وبقى في روسيا دلوقتي في نهضة غير عادية وبقى روسيا فيها تعترف ببناء الكنائس وبتبني كنائس والرب بيخلص فيها نفوس ورجعت تعترف من جديد بوجود الرب وتقف قدام أمريكا وأوروبا المفروض الدول اللي كانت مسيحية اللي بتدور على حرب وبتدور على قتل بقت روسيا والصين هم اللي يوقفوا الدول المفروض اللي كانت مسيحية عن الحرب فالآية اتقلبت وربنا بيعمل في الصين أكتر من 150 مليون قبل الرب هناك ويعمل في روسيا فالموازين اتقلبت فحتى لو أنت شخص لا تؤمن بالرب عاوز أقول لك أن الدول اللي كانت تدعو إلى الإلحاد وكانت تدعو إلى الشيوعية الآن تعترف باسم الرب وتدافع وعن السلام و تحاول أن توقف تيار الحرب في كل مكان إذا كلام الله يحيي كلام الله يحمي كلام الله باقي إلى الأبد كلام الله كمان يتحدى فقال ميخا لملك إسرائيل إن رجعت بسلام لم يتكلم الرب بي أنا عاوز أقول لك إزاي تعرف صوت ربنا الكتاب يقول عن الأشرار طريق السلام لم يعرفوه لو الطريق اللي أنت ماشي فيه ما سلام مع نفسك ما فيش سلام مع شريكة الحياة ايه رأيك لو تحاول تبدل الطريق يعني بدل ما يبقى صوتك عالي في البيت خليك زي الرب كده ما هو ومتواضع القلب لو عندك مشاكل مع شريكة حياتك المسيح لم يأتي علشان يرضي نفسه لكن يبذل نفسه فدية عن كسرين لو عندك مشاكل مع أخوك مع أمك مع أبوك حتى مع عدوك ف... عيسو ويعقوب كانوا إخوات ولكن من بداية الخليقة أو من سفر التكوين من كان أولاد أحسن راجل أبو الآباء إبراهيم لكن عيسو خطف البركة سوري عيسو ويعقوب يعقوب خطف البركة من عيسو بأكلة عدس وأراد عيسو قتل أخيه أراد أن يقتل أخيه وهم أبناء الرجل الذي قال له الرب في نسلك تتبارك جميع قبائل الارض واجعل نسلك كتراب الارض وكنجوم السماء، لكن عدو الخير دخل بيتهم، لكن كان في قلب يعقوب ان يحب اخيه ويرسل له هديه ويلاقيه بالمحبه وحينما كان يرسل جيش لقتله ارسل له الهدايا وقع على عنقه وقال له انا ارى فيك ملاك الله وارى فيك حضور الله ايها الاحباء واستطاع ان يتغير عيسو العدو الى صديق والى اخ حقيقي وترك الماضي لاخيه وكل مضى في طريقه، لذلك عاوز اقول لك انه في كلام الله ايضا هناك طريق السلام الذي استطاع من خلاله يعقوب ان يتصالح مع أخي عيسو ومن خلاله ايضا ناخذ خدمه المصالحه بربنا يسوع المسيح. ان سر كل بركه في العالم انه طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون انا عاوز اقول لك عاوز بركه في حياتك دور على طرق السلام ودور على صانع السلام ودور على الاله اللي قال سلامي انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم لكن سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع دور على طريق السلام وانت هتلاقي طريق الله وطريق البركه. ايضا قد يكون كلام الله في هذه الايام غير مقبول، فميخا بن يملا سجنوه واطعموه خبز الضيق، ولكن لا يهم تبقى كلمه الله الباقيه، قد يكون طريق الكلمه هو طريق الاضطهاد، قد يكون طريق الكلمه هو طريق السجن، قد يعاني الانسان من الامرين والضيق لكن يبقى الله أمينا لا يقدر أن ينكر نفسه عشان كده عاوز أقول لك أنه الكلمة الوحيدة الحية والرب سار على كلماته اللي يجريها هو كلمة الله أقول بسرعة صفات الأنبياء الكذبة أنهم مناطحين كل حاجة عنده بالقوة يأيدك ويحرمك ويضايقك ويحطك في السجن ويحاول يلاقي عليك تهمة ده كان صدقية ابن كنعنة وبيقول تنطح الرب ما بينطحش الرب هو رب الحرب كما هو رب السلام والحرب ليست لكم هي للرب الأنبياء الكذبة كذبين تنبأ جميع الأنبياء ربعمية نبي تنبأوا وقال الرب من يغوي أخاب كانوا تحت تأثير روح الكذب وقال الروح الروح اللي بيعمل في أبناء المعصية اللي بيخليك تحارب وتقتل ده روح الكذب وروح الغواية الأنبياء الكذبة ديكتاتوريين فقال الرسول الذي ذهب إلى ميخا أن يتنبأ كباقي الأنبياء يبقى مش عاوز يسمعك أبدا صوت الرب عاوز يسمعك صوت الأغلبية والصوت الأغلبية دايما هو صوت يدعو إلى الحرب وصوت يدعو إلى الدمار ولكن أيضا الأنبياء الكذبة سيئين طلبوا من ميخا أن يتكلم بخير وكان يرى الموت والقتل سياتي على الملوك كانوا مخادعين راى ميخا الرب جالسا على كرسيه وقال الرب من يغوي اخاب اخيرا هم مهلكين فقال هكذا وقال ذاك هكذا وكانوا يتبعون القتال اي ابليس قال له ربنا عاوز انقاذ عاوز نعمه عاوز خلاص مجاني بنعمه ودم ربنا يسوع المسيح وشكرا لكم